السلام عليكم. اليوم نعرفكم بزراعة جديدة، حيث أنه فيه مستثمر جزائري يهتم بزراعة الكرز أو حب الملوك أو السوريز، ما اسمه بالسوريز بالفرنسية. إذن هذا الفاكهة اللي تم الاهتمام بها من طرف هذا المستثمر، واللي يعني دار حاجة كبيرة وعظيمة جدا. نشوف الصورة هنا رائعة لهذا المستثمر الفلاحية التي تمتد على 200 هكتار، إذن واللي تتخصص في إنتاج فاكهة الكرز حب الملوك. إذن المشكل يبقى في الأسعار، لازم تكون فيه سياسة من طرف الدولة على أعلى مستوى لتنظيم هذا الإنتاج بتاع هذه الفواكه للحفاظ على الأسعار، ما تكونش مرتفعة كتير. المهم لازم نقوي الإنتاج هذا ونخلق منافسة باش يكون فيه خفض للأسعار. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.